يعني دي بعض البطولات طبعا، او بطولات النادي الاهلي كتير قوي يا جماعه. ماشي، كنت بفكر في ايه وانت بتبص على الكؤوس والكتير؟ يعني انا جالي وقت كابتن، يعني جات لي لحظه كده افتكرت فيها بطوله افريقيا اللي خدتها مع منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، وافتكرت احساسي ساعتها كان ايه. يمكن كان وحشني جدا الاحساس ان انا خدت بطوله. يعني ان شاء الله قريبا، ان شاء ان الله شاء يعني الله ربنا يكرمكم ان شاء الله. وتعملوا لنا حاجه وتعملوا لجمهور النادي الاهلي شيء جيد. تحياتي حماده عبد الطويل، قلت تحياتي اشكرك جدا، ولصخر الدفاع الاهلي الجديد كابتن محمود متولي، وسؤالي له: من اللاعب الذي تمنيت اللعب بجواره في النادي الاهلي في الجيل السابق والحالي؟ في الجيل السابق مش لاعب، لكن هم لعيبه كتير، لكن ابرزهم الكابتن محمد ابو تريكه طبعا. في الجيل الحالي يعني دايما يا كابتن بتمنى ان انا اعاصر الناس اللي دايما كلنا بنقول عليهم جيل ذهبي، كابتن حسام عاشور، كابتن شريف اكرامي، كابتن وليد سليمان، كل الناس اللي موجودين عندهم خبرات يا كابتن، واخدين اكسبيرينس من كتر البطولات، من كتر يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني كابتن حسام عاشور انا بحب فيه ثقته في 12 دوري بس، ما شاء الله طبعا كابتن 12 دوري بس، ثقة في ان انت بتلعب دلوقتي عشان تاخد بطولة. تمام، نورت بيتك يا نجم.